السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جاية لكم بوصفة جديدة، وصفة حلوة جدا كلنا بنحبها، وكلنا بنحب لما نخرج نشتريها من بره. خلاص مش هتشتريها من بره تاني، وهتعمليها في البيت بأسهل طريقة. ويلا بينا على الفيديو. بصوا، انا هنا جايبة فرخة مقطعاها على 8. طبعا دي كنت غسلها كويس جدا، ودلوقتي هنعمل المحلول اللي احنا هنقعها فيه. تمام، عندي معلقتين من السكر، عليهم معلقتين من الملح، عليهم معلقتين من الخل. كل ده نزلت بيه على لتر من المية. تمام، هنقلبهم كويس جدا، ولازم بتكوني مبيتاها قبلها بيوم في المحلول ده. يعني ده كده اليوم اللي انا هعملها فيه ده قبله من بالليل. تمام، انا هنا نقعتها عندي كويس، خلاص هغطيها وادخلها التلاجة. حلو، جيت هنا بقى هجهز سلطة الكولسلو. انا جبت نص كرومباية كده صغيرة، وعليها جزراية كبيرة. تمام، هبشر الجزراية. طبعا تقدري تبشريها بالبشره اللي انتي تحبيها، يعني عايزاها بقى تعمليها مكعبات صغيره، عايزه تبشريها كده طويل، انا حبيت اعملها كده. تمام، بس انا كده عندي بشرت الكرومبايه وبشرت الجزرايه. عندي بقى هنا الصوص، هيبقى نص كوبايه من المايونيز، وعليهم 4 معالق من السكر، ومعلقه ونص خل، ورشه ملح صغيره، ومعلقتين من عصير الليمون، وكمان معلقتين من اللبن. يبقى معايا نص كوباية مايونيز، عليها معلقة ونص خل، 4 معالق من السكر، معلقتين من عصير الليمون، معلقتين من اللبن. تمام، هقلبهم مع بعض كويس جدا، وهنزل بيهم على السلطة اللي عندي. وانا كده شلتها في التلاجة. خلاص هنا بقى هحضر التتبيلة بتاعة الفراخ. ده السائل اللي انا هنزل فيه الفراخ. انا هنا جبت عندي كوبايه من الدقيق، عليها نص كوبايه من النشا، ومن كل حاجه من البهارات معلقه كبيره، معلقه كبيره من الثوم الباودر والبصل الباودر والبابريكا والكاري او الكركم، وكمان حطيت معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وحطيت معلقه صغيره من الملح. تمام، يبقى ثوم باودر، بصل باودر، كاري او كركم، وهنستخدم الفلفل الأسمر والملح، وهنحط كمان معلقة كبيرة من الزعتر. بس كده، دي البهارات اللي أنا استخدمتها. ضفتها للدقيق والنشا، وبنزل بالمية. أنا حطيت في الأول كوباية مية، وبعد كده زودت نص كوباية كمان لحد ما وصلت للقوام اللي أنا عايزاه. أنا مش عايزاها سميكة، ومش عايزاها في نفس الوقت السائل بتاعها يكون خفيف. هنزل بقى بالدبابيس اللي عندي، وهنا نفس البهارات اللي انا عملتها في الكيس ده، على 2 كوباية من الدقيق ونص كوباية من النشا. هي البهارات اللي انا حطيتها في التتبيلة. تمام، هنزل بقى بيها في الكيس، وهتقلبيها كويس جدا لحد ما كلها تاخد الكفر بتاعها، تتغطى كلها بالدقيق، ما يبقاش فيها حتت باينة. بس وهكرر ده بقى في كل باقي القطع اللي عندي. انتي لو حابة ترجعيها تاني في التتبيلة دي، وبعد كده تجيبيها في الدقيق تاني، يعني تعملي لها الكفر مرتين، عادي براحتك، بس هي كده هتبقى كريسبي جدا. انا عن نفسي كنت راضية عن النتيجة اللي طلعت في الاخر، يعني كانت مدياني الشكل الكريسبي، وفي نفس الوقت مستوية من جوه، كانت حلوة جدا الصراحة. جربيها بس، امشي على الخطوات والمقادير بالظبط، هتطلع معاكي جميلة جدا. اهم حاجة بقى في الفراخ دي التسوية بتاعتها، وهنتكلم عن التسوية شوية. اهم حاجة لازم تكون التسوية في حلة مش في طاسة، والزيت يكون غزير جدا، ولما تنزلي الفراخ ما تقلبيهاش في الاول خالص علشان الكفر بتاعك ما يفكش. تمام، انا كمان هعمل هنا رز جنب الفراخ، هعمل رز بسمتي، وهعمل مكرونة برضو. انا كان عندي باقي رز قبلها بيوم في التلاجة، فهزود كوباية واحدة بس من الرز. انا كده خلاص كل الكمية اللي معايا من الفراخ كانت خلصت. هحط بقى الزيت على النار، وكمان هنجهز الرز مع بعض. انا هنا كده جبت عندي حلة، حطيت فيها مكعب من الزبدة ومعلقة من الزيت. تمام، نزلت عليهم بعود من القرفة وواحدة ليمون، وكمان هضيف لهم معلقة من بهارات الكبسة، معلقة صغيرة من بهارات الكبسة، وهحط لهم واحدة من ورق اللورة، وحبيتين من القرفة، القرنفل مش القرفة.
الرز بتاعي انا غسلاه وسايباه يتصفى. طبعا مقدار الرز من الرز البسمتي غير الرز العادي. الرز البسمتي بياخد كوباية ونص من المية لكل كوباية رز، على عكس الرز العادي بياخد كوباية واحدة بس. تمام، ده النوع اللي انا بستخدمه. ممكن يكون في نوع بياخد كوبايتين، بس انا النوع اللي انا بستخدمه ده بياخد كوباية ونص بس. ابدأ بقى اشوحهم كويس جدا مع بعض علشان الرز بتاعي يبقى مفلفل كده. والمية انا كنت حطاها تغلي في الكتل، هنزل بالمية مغلية على الرز. تمام، وهنا ظبطت الملح بتاعي خلاص، احط المية. في نفس الوقت انا كنت حاطة الزيت بتاع الفراخ يسخن، والفراخ عندي اهي منزلها في الزيت. في الوقت ده بقى في الاول كده ما تقلبيش الفراخ نهائي، لان الكفر هيفك من على الفراخ. تمام، وانا ما لحقتش والله اصور الفراخ لما طلعت لوحدها، لان كان المغرب اذن. دي كده السفرة بتاعتنا، عملت رز ومكرونة والفراخ وسلطة الكولسلو، كمان عملت سلطة البابا غنوج. ما تنسوش لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناة. مع السلامة، اشوفكم فيديو جديد، يا رب الفيديو يكون عجبكم.